وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله في مقدمة مستقبل أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة لدى وصوله إلى البلاد هذا اليوم في زيارة أخوية. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السمو والمعالي. وقد أدى صفان من حرس الشرف التحية لضيف البلاد الكريم.